السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بومرداس اللي نقف عند أشغال تاع المحطة تاع تحلية مياه البحر التي تقع في منطقة قرصو غرب مدينة يعني حوالي 3 أو 4 كيلومترات غرب مدينة بومرداس. إذن واللي نشوف أنا الأشغال راهي حوالي يعني 60-70%، وما زالت يعني وهي تعتبر واحدة من أكبر المحطات لتحلية مياه البحر في الجزائر بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا. وللعلم أنه ولاية بومرداس يعني عندها 2 محطات لتحلية مياه البحر. إذن هذه المحطة اللي راهي قيد الإنشاء في قرصو، ومحطة أخرى تقع في بلدية كاب جنات الشرق حوالي 50 أو 60 كيلومتر على مدينة بومرداس. تقع إذن محطة ثانية اللي راهي هي جزء من مشروع الكبير نتاع المحطة نتاع إنتاج الكهرباء باستعمال الغاز. إذن هناك هذه المحطة تاع تحلية مياه البحر اللي تستعمل كذلك جزء من المياه تستعمل في التبريد بالمحطة إذن تاع إنتاج كهرباء، وإضافة إلى المحطة هذه اللي قلنا في مدينة قرصو. نخليكم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.